أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن ملف الصحة يشغل أولوية أولى بالنسبة للحكومة، وخلال اجتماعه لمتابعة موقف إعادة هيكلة موازنة وزارة الصحة وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة للمشروعات المختلفة، شدد رئيس الوزراء على أن أي مبالغ تتوافر من الموازنة سيتم ضخها في قطاع الصحة للنهوض به على النحو الذي يساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.